استسمحك في نقطه الكثير من التساؤلات تصلنا من خلال البرنامج بالنسبه للتمويل او القروض الخاصه باعاده تهيئه السكنات هل يعني يتم هناك اعطائهم القرض ام انتم من تقومون طبعاً بتمويل طبعاً. احنا صيغه اسلاميه احنا الناحية نعم. الاسلاميه يعني الشرع يعني في دراهم وتدي فايدة عليها لأن هذا في إشكال شرعي إشكال نعم. تعريبها بقى الآن البنك مثلا كما قلت لك يشري ويأجر ولا يشري ويبيع وفيما يخص التهيئة إحنا عقد الاستثناء يقتضي أن البنك هو اللي يقوم بالتهيئة ولكن يقوم عن طريق مقاول من الباطل يعني يجيب هو المقاول اللي ليخدم اللي يخدم اللي يخدم له البيت نعم. تاعو اللي هي البيت تاعو ويتعاقد مع البنك والبنك يسدد المقاول باللي كان البنك هو اللي الاخر عنده عقد مناوله مع نعم. الصانع أه قلت لك هذه وعندنا التهيئه يعني أه بدون رهن لغايه 2.7 نعم. مليون وبرهن الى غيت 5 مليون دينار أه لمده سبع سنوات أه ف هذه كلها كان السؤال المطروح اللي هو أه صياغة تمويل شراء السكن هيئة سكن، ولكن نعم. قلت أنا مادام الناس كاع ماشي قادرة تستفاد من هذا التملك السكن آه اللي ماشي كاع الناس استفادت مثلا ديال ولا بي ولا بييا وماشي كاع الناس تقدر تشري من عند بروموتور ولا تشري من عند آه الأفراد لأن الثمن ربما يتجاوز قدرتها على السداد يعني, يعني يتوجهوا عندكم ويشريوا من عندكم حتى من عندنا ماشي كاع الناس تقدر تستفاد من التمويل الذي يحتاجوه باش يدفع ثمن السكن، مثلا واحد يخلص 10 ملايين ممكن يقدر القدر المبادرة تاعو على يسدد تمويل تاع مثلا 10 مليون دينار، مستكن يسوى 20 مليون دينار، فتقول له أنت جيب احنا نعطو احنا نساهموا ب 10 مليون، أنت لازم تجيب 10 مليون، يقول لك أنا كون عندي 10 مليون ما ما. فالإشكال أنه باش هذه الفئة اللي ما تقدرش تستفاد من هذه الخدمة طورنا منتج جديد اللي هو الإيجار من الباطل، بمعنى نقدروا نمولوا حتى عملية الإيجارة لماذا؟ لخطر الان الناس اللي اجروا السكنه تاعهم كثير منهم يطلبوا سته اشهر مدفوعه مسبقا او حتى سنه ايجار مدفوعه مسبقا وحتى هذه بعض المواطنين تصعب عليه باش يلم هذيك سته اشهر تاع الكراء ولا ولا عام تاع الكراء فاحنا طورنا منتج ايجار البطن انه البنك هو اللي يستاجر نعم ويؤجر بين الباطل، يعني المواطن يدفع شهريا، نطلب منه فقط في الاول دفعتين فقط. هنا الضرائب ربما فيها مشكلة تاع الضرائب مرتين. الان هذا من بين الاشكاليات المطروحة عند المؤجرين هو المؤجر هو مطالب باش يدفع حقوق تسجيل على على عقد الايجار آه. تاع بعد الايجار الباطل فيه رسوم اخرى. لا لا احنا احنا لما نستاجر نستاجر ها نستاجر عند الموثق ولما نؤجر احنا يعتبر عقد تمويل ما رسوم أنا آه يعني كي ناجروا حنايا يعتبروه ضريبيين عقد تمويل نعم. هنا المفروض ما فيش يكون دا دا يدفع فقط المؤجر الضرائب المترتبه على عقد الايجار. فهذه صيغه ايضا لتيسير على المواطنين بحيث انه لهم حتى اقساط الايجار. هذه من بين مطروحه على هذا الاستفادة وكذلك كثير من ربما البائع اللي يحب يعني يبيع السكن تاعو، المطورين العقاريين ما كانش مشكل يعني يتعاملوا مع البنوك بالعكس اللي تساعدهم باش يبيعوا الشقق تاعهم لانه كثير الشقق تاعهم ماشي الناس يقدروا يشروها نقدا.